إذا مشاهدين شفت في احنا كتواجدوا في مسجد الخلفاء أداء صلاة الجمعة على المباشر. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين على آله الطيبين الطاهرين على صحابته أجمعين. أما بعد، فإن حسن الخلق سبب لمحبة الله. وعن أسامة بن شريف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب عباد الله إلى الله وأصحابه. وإن حسن الخلق سبب لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وقربك منه. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسبكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي أبغضكم إلي، وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الغفارون والمتشدقون والمتفهمون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الغفارون والمتشدقون، فما هم المتفهمون؟ قال صلى الله عليه وسلم: هم المتكبرون. إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ورغبنا في الأعمال التي تنشر الألفة والمحبة بيننا. وإن المرء ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائلة: فاتقوا الله عباد الله، وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صالح الخلق والشفاعة. فقد أمركم المولى جل وعلا بذلك، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعن الخلفاء الراشدين المهديين بذكر عمر وعثمان وعلي وأزواج الصحابة أجمعين، خصوصا أصحاب المهاجرين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم، اللهم انفعنا بمحبتهم، واحشرنا يا مولانا في شرتهم، ولا تخالفنا عن نهجهم ولا عن طريقهم يا أكرم الصفوف ويا خير الخلق. اللهم قدمته وقدرته شاكين ولا مفروض، ونشير الله من النار والفرقان.
سلام على المرسلين.